الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وبعد، يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين، موجها خطابا للناس كلهم أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية أمر من الله للناس أجمعين أن يعبدوه وحده دون ما سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوا ربكم، أخلصوا العبادة لربكم، خصوا ربكم بكل أنواع العبادة، فهو المستحق لها ولا يستحقها أحد سواه. كل أحد سوى الله لا يستحق أن يصرف له نوع من أنواع العبادة، لا يصح أن يخص بعبادة، لا بدعاء ولا بخوف ولا بنذر ولا بذبح ولا برجاء ولا باستعانة ولا باستغاثة. كل أنواع العبادة المستحق لها من؟ رب العالمين، هو الذي خلقنا، أوجدنا من العدم، ربانا بالنعم، تعرف إلينا بكمال فضله وجوده وإحسانه، فهو الذي يكلأنا بالليل والنهار. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن آيات ربهم معرضون. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. العبادة لا يستحقها إلا من خلق الخلق وأوجدهم من العدم. العبادة لا يستحقها إلا من هو قائم بأرزاق عباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. العبادة لا يستحقها إلا من يسمع ويرى ويعلم ويحيط بالخليقة كلها. يستحقها
من يسمع الأصوات ويعلم الأحوال ويرى كل العباد وأعمالهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم وما سوى الله. فتلك الصفات مسلوبة عنه، فهو لا يسمع دعاء من دعاه، ولو فرض سماعه ما عنده القدرة لأن يجيب. وذلك المعبود مثلك، مخلوق مربوب، فكيف تجعله إلها معبودا؟ والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالعبادة يستحقها من إذا دعي سمع الدعاء. إن ربي سميع الدعاء. يستحقها من يعلم الأحوال، ويستحقها من يحيط بالخلق بكل أحوالهم. ومعبود لا يسمع دعاءك إن دعوته، وإن سمع فعاجز عن تحقيق مرادك. كيف تجعله إلها معبودا؟ العبادة يستحقها الحي القيوم دائم البقاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أول فليس قبله شيء، آخر فليس بعده شيء، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء. إذن صاحب القبر في دحده والغائب عنك، هل عنده القدرة على سماع دعائك؟ هو مخلوق، خلقت كما خلق ويموت كما تموت، فليس بأول بل مخلوق موجود من عدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن ليس بأول، مخلوق بعد العدم. وهل سيبقى؟ لا، سيموت، كل نفس ذائقة الموت. فمن هو مخلوق ومن هو ميت؟ هل يجعل إلها يقصد ويدعى ويطلب ويرجى ويستغاث ويستعان به؟ هو مخلوق مثلك
والله ظاهر فوق خلقه، والله هذا مخلوق مربوب، والله باطن لا يخفى عليه شيء وليس يحجبه عن خلقه شيء، وهذا الميت قد لا يعلم مصالح نفسه فضلا أن يرشد غيره. إذن فالعبادة يستحقها الأول الذي قبل كل خلقه، أول بلا بداية، والآخر الذي لا يفنى ولا يموت، والمحيط بالخلق والعالي عليهم بقهره وقدرته وذاته. العبادة لا يستحقها إلا من كمل في ذاته وصفاته، وتلك من خصائص الرب، فهو الكامل في ذاته والكامل في صفاته، لا يلحقه نقص ولا يحصل من خلل. وأما المخلوق فإنه ناقص في كل أحواله. العبادة يستحقها الغني على الإطلاق الذي خزائنه لا تنقضي، وما قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن فمن رزقه محدود هل يأتي أحد؟ يستحق العبادة الغني بالذات، ومن الخلق كلهم فقراء إليه، وأما المخلوق فإنه وإن اغتنى فإنه فقير في ذاته وغناه نسبي فقط. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أعداء الله اليهود وصفوا ربنا فقالوا كما قال ذكر الله عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله: سنكتب ما قالوا. فهم زعموا أن الله فقير، وزعموا لأنفسهم الغنى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فالعبادة لا يستحقها إلا الغني بذاته الذي كل الخلق فقراء إليه ومحتاجون إليه، وهو الغني عنهم، وهو يطعم ولا يطعم. العبادة يستحقها من يجب أن نحبه الحب الكامل، ومع حبنا له أن نخاف منه، فنكون جامعين بين محبتنا له وخوفنا منه. والمخلوق قد تخافه ولا تحبه، وقد تحبه ولا تخاف، لكن من يحب ويخاف جميعا هو رب العالمين. تحبه تعالى لعظيم نعمه عليك، أوجدك من العدم، رباك بالنعم، منحك السمع والبصر والفؤاد، هيأ لك وسخر لك ما في السماوات والأرض، الكل لأجلك. وأنت وكلما تأملت نعمه عليك ازددت حبا له وتعلقا به، وفي نفس الوقت أنت تخافه فلا تشرك معه غيره،
لعلمك أنه لا يرضى ذلك. ادعوني أستجب لكم. إذن فتخافه لعلمك باطلاعه عليك وإحاطته بك وأنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد. العبادة يستحقها من إذا دعوته استجاب دعاءك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله غير الإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أيها الإخوة، العبادة من عظيم أمرها أنها لأجلها خلقنا، فما خلق الثقلان جنهم وإنسهم عامتهم عربا وعجما إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له. ما خلقهم الله ليستكثر بهم من قل ولا ليستعز بهم من ذل ولا ليستغني بهم من فاقة، إنما خلقهم ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأجل أن يعبدون. فالغاية من خلقنا وإيجادنا أن ننفذ أمر الله بأن نعبده وحده لا شريك له ونتأل له قلوبنا محبة وخوفا ورجاء. فالحكمة والغاية من خلقنا عبادتنا لله، لكن منا من سمع وأطاع واستجاب فعبد الله وحده، ومنا من أعرض عن ذلك، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله فعل الأول بخلقنا على أن نفعل نحن الثاني بأن نعبده وحده لا شريك له، فخلقنا لهذه الحكمة، وبعث الرسل إلينا ليعرفونا تلك العبادة. لكن من خلق الله من قبل ذلك فعبد الله وأخلص له الدين، ومنهم من أعرض عن ذلك فضل سواء السبيل. وما ربك بظلام للعبيد. العبادة لأجلها أرسل الله جميع الرسل، فما أرسلت الرسل إلا ليقولوا للعباد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا قال نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالرسل بعثوا ليدعوا الخلق إلى عبادة الله ويأمروهم بإفراد الله بجميع أنواع العبادة. التوحيد لأجله أنزل الله الكتب، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله
إنني لكم منه نذير وبشير. العبادة هي أصل في قبول كل الأعمال، فمن عبد الله وأخلص له دينه، دعاه دون ما سواه، ورجاه دون غيره، وخافه ولم يخف الحقيقة خوف الحقيقي إلا منه، وتعلق قلبه بربه، فهذا الذي تقبل عبادته. ومن عبد غيره ودعا غيره واستجار واستغاث بسواه وقال أيها الولي وأيها السيد فرج همي ويسر عسري واقض ديني وأشف مريضي وأنقذ مالي وإلى آخره، هذا نقول قد أشرك مع الله غيره، فلا يقبل الله منه أي عمل كائن من كان. لو صلى وصام وزكى وحج وبر وجاهد فكل أعماله باطلة حابطة لا يقبل الله منها شيئا. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره وتأله غير الله. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في حق أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلم، إن توحيدك لله وتحقيقك لا إله إلا الله وإفرادك الله بكل أنواع العبادة أمن لك من عذاب الله يوم القيامة، أمن لك من الخلود في عذاب الله يوم القيامة، حتى وإن عذبت على قدر معاصيك فلا بد لك من الخروج من النار ولا بد من دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأنت ممن قال الله وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. توحيدك لله يوجب لك الجنة برحمة أرحم الراحمين. من كان في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيدك لله ينقذك من مجد الكفر والضلال ويجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم وحد الله، وحد الله وأخلص له دينك، واعلم أن مردك إليه ومصيرك إليه. ماذا تتأمل من قبر من ضريء من ميت في لحده؟ ماذا ترجو منه؟ أتطلب منه غوثا؟ فرب العالمين حي قيوم أدعوني أستجب لكم. أتطلب نصرا؟ فما نصر نفسه حتى ينصرك. أتطلب من نفعا؟ فالنفع والضر الله مالكها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء. أتقول إنه رجل صالح فأنا أدعوه؟ نقول لا، هو صالح لكن دعاؤه لا يجوز. ادعو
من هو عمل الصالح لأجله. فإن كان هو صلاحه لأجل طاعته لله فما بينك وبين الله وسيطة، أدعه وحده فلن تحتاج إلى واسطة ولا إلى شفعاء. في الدنيا تنفع الوساطة عند أرباب الجاه، ويشفع عندهم الشافع فينفذون شفاعته، إما رجاء له وتوددا أو خوفا منه. أما ربنا رب العالمين فليس بحاجة لهذا كله، حتى الشفيع إذا أراد أن يشفع يستأذن ربه، فإن أذن الله له ورضي الله عمن يشفع، وإلا لم يشفع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إن كنت تريد منه شفاعة فاطلب الشفاعة من مالكها، قل لله الشفاعة جميعا. تريد رزقا؟ فالله يقول فابتغوا عند الله رزق، لا عند أرباب القبور. تريد عزا ونصرا؟ فالله يقول جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إخواني، إذا تأمل المسلم أولئك الذين غرقوا في الوثنية وابتعدوا عن منهج الله القوي ورأى ضلالهم، حمد الله على نعمته عليه بالإسلام، وأن الله هداه للإسلام ومن عليه، فليحمد الله على هذه النعمة. هؤلاء يأتون إلى القبور، أولئك يطوفون حولها كما يطوف بيت الله، ويذبحون عندها الذبائح، ويعلقون التمائم، ويعكفون عندها، ويبكون ويخشعون. ومن ينادون؟ ينادون جثث أموات، وقد يكون ذلك تلك القبة موضوعة على قبر حمار أو كلب أو على التراب، لا يفرقون. وثنية تغلغلت في نفوسهم، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، ولها دعاة ضلال وسدنه من فجار وكفار، يغوون الناس ويضلونهم عن سواء السبيل، يعلقونهم بتلك الخرافات ويبعدونهم عن فاطر الأرض والسماوات. فيا من عرف التوحيد وعرف ما لأجله خلق، فليتمسك بهذا وليعلم أن هذا هو سبب نجاته وفوزه من عذاب الله، وأنه يرجو دخول الجنة والنجاة من النار. ومن ابتلي بتلك الخرافات فليجدد إسلامه وليبدأ إسلامه من جديد، وليحمد الله أن أنار له الطريق وعرف الهدى من الضلال. يا إخواني، الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها. إن الشرك لظلم عظيم. نعم إنه ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فوضع العبادة عند من لا يستحقها، ودعا من لا يستحق، ورجا من لا يستحق، وتعلق قلبه بهذا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم، ويمن على الجميع بالاستقامة على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا، وأحسن إليهما كما أحسنا إلينا. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم وفقنا لكل عمل صالح تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يرضيه، وأن يهديهم سواء السبيل، ويحببهم لرعيتهم، ويحبب رعيتهم إليهم، ويرزقهم الاستقامة على دينه، ويجعلهم من أنصار دينه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.